ابراهيم حاضر نطلع معاك. انا عليك لعمره. حاضر وما راسي وعدني كل سنه هطلع معاك ان شاء الله. اهلا وسهلا. عايز اقابل لعيبه الاهلي. حاضر حاضر عليك لعمره وانا بمشي. حاضر حاضر حاضر. نرجع تاني وبقول بس لكم ان مش معنى ان احنا بنقول لا في دور علينا والا ما كانش ربنا هيجازينا خير او يحاسبنا لما نقصر. لا في دور علينا كمجتمع، كحكومة، كمسؤولين في كل المجالات، في دور كبير جدا علينا تجاه كل شيء، مش بس تجاه يعني أولادنا وبناتنا القادرون يعني، لا ده دور للدولة. وأنا هنا يمكن أقول إحنا خلصنا موضوع القانون بتاع الصندوق يا دكتور مش كده؟ طب اسمح لي إن إحنا أول أنت جات لك بقى الفلوس مش كده؟ مش كده يا دكتور؟ طيب يعني وتحولت لك الفلوس خلاص؟ وفين محافظ البنك المركزي؟ أول مرة أشوفك بتضحك. طب إحنا بقى يعني يا دكتور مصطفى يعني الدكتور معيط مش موجود مش كده؟ طب الحمد لله. طب إحنا يا دكتور مصطفى لازم ناخد يعني هبره نحطها في الصندوق. ها لا على الهوا كده، لا على الهوا عشان تبقى خلاص. نعم. لا 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 انا عارف ان التزاماتك كتير، لكن الدكتوره نيفين قاعده تقول فين مش كده يا دكتوره؟ اتفضلي استريحي. اتفضلي اتفضلي. ربنا يكرمكم ويخليكم انتوا لينا. ربنا يخليك لينا يا ريس. ربنا يخليك لينا يا ريس. اتفضل يا دكتور مصطفى. اتفضل قول. لا يا فندم اللي حضرتك تؤمر بيه، اللي حضرتك تؤمر بيه على طول هيتعمل. لا اصل انا لو طلبت انا بطلب كتير. انا عايز اتكلم عن كابتن ابراهيم. حاضر. حضرتك تؤمر بيه. حاضر. لا حضرتك اللي حضرتك تؤمر مليار يا فندم. مليار يا دكتور. اللي حضرتك تؤمر بيه. انت خدت مئات المليارات. اللي حضرتك تؤمر يا فندم. ما احنا هنحطهم في الصندوق طبعا عشان عوايدهم تبقى تغطي يعني تستخدم. فيبقى قفزه كبيره يعني. مش انت اللي ماسك الصندوق ده؟ اي فندم. طب خلاص. اقول انا؟ اتفضل يا فندم. 10. حاضر يا فندم. اتفضل يا دكتور مصطفى. خلاص. فاتفضل. متشكرين. متشكرين المحافظ البنك المركزي والدكتور مصطفى والحكومة كده يعني.